صباح الخير نور. يسعد صباحك صباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه من ما كنتوا عم تتابعونا. عم نطلع عليكم برحله صباحيه جديده فيها محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه برحلتنا لليوم، لكن كالعاده مع بدايه كل نهار بنتمنى هالنهار يحمل الخير والبركه والرزق الكثير وراحه البال والانفراج لكل الناس يا رب. يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك عن جديد نور، صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. ساعة ونص من الوقت رح نكون فيها مع مواضيع متعددة وأيضا نصائح ومعلومات جديدة ممكن تكون إضافة ليومنا وغيره من المعلومات اللي رح طبعا يفصلها معنا ضيوفنا الاختصاصيين ضمن حلقتنا لليوم. لا تنسوا تبلشوا نهاركم بشوية طاقة وتفاؤل، صحيح الظروف صعبة ولكن فينا نتفائل شوي، على وعسى يكون خير مثل ما بيقولوا. فاصل صغير وبنبلش الصباح. سلمى، مع الطقس المتبدل بين الحار والبارد هيك عم نتجه شوي نحو الشتويه، وكثير منا يمكن بهيدا الفصل بيشرب كثير من المشروبات السخنه، انت شو مشروبك المفضل؟ هلا الزهورات، الشاي الاخضر بنكهاته، الشاي الاسود بنكهاته، البابونج، اليانسون ما كثير حبه مع انه هو له كثير فوائد. صحيح يعني. بس يمكن كلياتنا بنحب مشروب معين او اثنين سخن، انا مثلا بحب الزنجبيل بالشتاء كثير مع الليمون. انا بحسه قاسي شوي يعني هيك بالليل بيدفي، بس اليانسون يمكن نحن مرتبط دائما بذاكرتنا بالطفوله، يعني اذا في عندك ولد صغير شربي يانسون فبذاكرتنا بنهرب منه، بس له كثير فوائد مشروب اليانسون الساخن، بهدي الاعصاب خصوصا مع الضغوطات اليوميه اللي بنمر فيها. خلونا نتعرف مع بعض على فوائد مشروب اليانسون. اليانسون أحد النباتات العطرية التي تم استخدامها قديماً في الطب البديل لصناعة الأدوية، وكما تم استخدام مستخلصات اليانسون في تحضير بعض المستحضرات التجميلية. الفوائد الصحية لليانسون: تعزيز صحة الجهاز الهضمي، هو أحد أهم الأعشاب التي تحسن من عملية الهضم وتساهم بتقليل مشكلات الجهاز الهضمي كعسر الهضم والتقيؤ والإسهال. تقليل اضطرابات الجهاز التنفسي، يحتوي على مضادات الأكسدة ويساهم في محاربة مسببات التهاب الشعب الهوائية، كما يساعد شرب اليانسون على التخلص من البلغم في الحلق والرئتين وتقليل نوبات السعال الجافة. تهدئة الأعصاب، أحد الأعشاب المضادة للصرع والنوبات الهستيرية، إذ أنه ذو تأثير مخدر ومهدئ، لذلك فهو يخفف من هذه النوبات من خلال تقليل الاستجابة المفرطة. تقليل أمراض القلب والسكتات الدماغية، يساهم بالسيطرة على مستويات الكوليسترول والدهون في الجسم ومنع تراكم كل من الكوليسترول والدهون في الأوعية الدموية، فضلاً عن خفض مستويات ضغط الدم والوقاية من نوبات الارتفاع المفاجئ لضغط الدم. تحسين التمثيل الغذائي، يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي من خلال تحفيز الهرمونات داخل الجسم، مما يحسن من عملية الأيض وحرق الدهون في الجسم بطريقة صحيحة. أما هلأ نور رح نروح ونرجع لرزنامة التاريخ ونقلب بصفحاته لنتعرف على أبرز الأحداث اللي شكلت بحضورها حكاية اليوم. تاريخ 3 تشرين الثاني، سجلت كثير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم: بمثل هاليوم من عام 1903 تم استقلال بنما، وبعام 1913 الولايات المتحدة تسن قانون ضريبة الدخل، بعام 1942 إطلاق أول صاروخ ألماني من طراز F-2 وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، وبعام 1956 الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق مئات الفلسطينيين الأبرياء من سكان مدينة خان يونس خلال حملتها لاحتلال قطاع غزة. بعام 2013
إعصار هايان يضرب الفلبين وفيتنام ويؤدي إلى مقتل حوالي 6100 شخص. وبعام 2014 افتتاح برج التجارة العالمي الواحد ليصبح أطول مبنى في نصف الكرة الغربية ويبلغ ارتفاعه 541 متراً. من الشخصيات يلي شهد تاريخ 3 تشرين الثاني على ولادته بعام 1749 الطبيب الأسكتلندي وعالم النبات دانيال ريذرفورد الذي اكتشف غاز النيتروجين أي الآزوت. تاريخ 3 تشرين الثاني شهد على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1918 ألكسندر ليابونوف رياضي وفيزيائي روسي. سلمى، هلا بننتقل لمادتنا الثانية، ويمكن حكينا كثير عن هذا الموضوع برحلاتنا الصباحية. تأخر النطق أو عسر النطق عند الأطفال يعاني منه كثير من الأطفال بالآونة الأخيرة، وحسب الإحصائيات 15% من الأطفال قد يعانوا من هي المشكلة من عمر السنتين للأربع سنوات، بعد الأربع سنوات يمكن 70% ممكن يتخطوا هي المشكلة، لكن كيف في الأم تعرف إنه ابنها بيعاني من تأخر النطق؟ كيف هي تنتبه لبعض التفاصيل؟ لأنه في فروق فردية بين الأطفال، في أطفال بتحكي بكير، في أطفال بتتأخر شوي، فممكن طفل تأخر بالحكي ممكن يكون عنده مشكلة تأخر بالنطق. خلونا نتعرف على بعض التفاصيل بخصوص هذا الموضوع بالمادة التالية. هناك أسباب كثيرة تجعل الأطفال يعانون من صعوبة في تعلم الكلام. أحياناً يكون السبب مجرد تأخر في تطور مهارة التحدث، وفي أحيان أخرى قد تكون هناك مشكلات خاصة تتطلب الخضوع للفحص والعلاج، ربما على يد خبير أمراض النطق واللغة. وعند حدوث هذا النوع من المشكلات لابد من تقييم الحالة من جانبين. الجانب الأول هو اللغة. إذا كان الطفل يعاني من مشكلة في تطور اللغة، فهذا يعني أن لديه مشكلة في تطور المفردات وتعلم ماهية الكلمات المختلفة وتحديد معانيها، وقد تكون لديه مشكلات في فهم ما يقوله الآخرون، أو يجد صعوبة في تعلم صيغ نحوية معينة كصيغ الماضي، أو ربما يجد صعوبة في تعلم كيفية تجميع الكلمات معا بالترتيب الصحيح. الجانب الآخر هو النطق. النطق هو الصوت المسموع للغة. عندما يتحدث الناس فهذا أحد أشكال اللغة، ويتضمن النطق تحريك أدوات النطق وهي اللسان، الفكان والشفتان لإصدار أصوات حروف اللغة. من أبرز العلامات التي قد تدل على وجود مشكلة نطق عند الطفل: في مرحلة الولادة إلى غاية 12 شهراً، عدم التفاعل مع الضوضاء المحيطة، نادراً ما يصدر الرضيع أصواتاً، عدم ضحك الصغير أو ندرة ابتساماته. من 12 شهراً إلى 24 شهراً، لا يصدر الطفل أصواتاً متنوعة، لا يتعرف على اسمه أو لا ينطق بعبارات معينة، لا يقوم بحركات من أجل التواصل مع الآخرين على غرار الإشارة بالإصبع، لا يحاول تكرار ما يسمعه. من 24 شهراً إلى 30 شهراً، خلال هذه المرحلة العمرية يكون الطفل قادر على نطق ما بين 50 إلى 100 كلمة، ويفترض أن ينطق بها يومياً، وخلال هذه الفترة يجب التحقق من هذه العلامات التي تشير إلى أن طفلك يعاني من تأخر في النطق، كنطق القليل من الكلمات المفهومة أو عدم التواصل إلا عبر الإيماءات، أو لا يفهم إلا الكلمات الروتينية، أو لا يقلد أصوات الحيوانات. أما من فترة 30 شهراً إلى 36 شهراً، عدم قدرة الطفل على فهم الأسئلة التي تفرض عليه الاختيار بين خيارين، أو قد لا يفهم بعض الأسئلة من قبيل ما هذا الشيء، أو لا يفهم التعليمات الروتينية، أو لا يملك القدرة على ربط الكلمات بالصور والأشياء المحيطة بها. من فترة 3 سنوات إلى 4 سنوات، عدم القدرة على فهم أسئلة من قبيل من أو إلى أين، ليس لديه القدرة على فهم المفاهيم الأساسية كفوق أو تحت، التواصل عبر الإيماءات، نادراً ما ينطق بجمل كاملة أو يكرر السؤال المطروح عوضاً عن الإجابة عنه. أما من مرحلة 4 إلى 5 سنوات،
يعبر بطريقة غير مفهومة ويبحث عن الكلمات باستمرار، يعاني صعوبات في تسمية الألوان والتعرف عليها، يعاني صعوبات في التحاور أو الإجابة عن الأسئلة. يعني نور، مثل ما تابعنا بالتقرير اللي عدته الزميلة هزار، علامات كتير متعددة ممكن صحيح. تكون هي مؤشر أو بداية مؤشر لتعرف الأم أنه الطفل عم بيعاني بطريقة اللفظ أو بالأسلوب أو غيره من التفاصيل، ولكن هاي العلامات مو لوحدة هي الكافية، أيضاً تواجد الطفل ضمن البيت وضمن رياض الأطفال وتصرفه مع الأقران الموجود فيها، ممكن هو الأم وممكن أيضاً الأساتذة أو المدربين الموجودين ضمن رياض الأطفال يبلشوا يستشعروا هاي المشكلة، وهون لازم بقى نبلش ندور على الحل، شو الأسباب وكيف مرحلة العلاج وغيرها كتير من التفاصيل اللي رح تطلعنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة نور زيدان، اختصاصية بتقويم اللغة ومشكلات النطق والتخاطب عند الطفل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. قبل ما نغوص بتفاصيل تأخر النطق وكيف هي الأم فعليا من خلال التقرير، يعني أعطينا بعض الملاحظات اللي ممكن تنتبه للأم، بس خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية والرئيسية لتأخر النطق، يعني لأنه في أساسا في فروق فردية بين الأطفال، يعني في أطفال بيحكوا بكير، في أطفال بيتأخروا، بس في أساسا سبب لنقول هذا الطفل تأخر، شو هي الأسباب؟ هلأ تمام، نحن عنا منلجأ للأسباب، هي ثلاث أسباب رئيسية، أسباب وراثية وأسباب عضوية وأسباب بيئية. نجي نحن على الأسباب الوراثية. هلأ نحن ممكن نلاقي تأخر النطق موجود بعائلة كاملة، بس ممكن تلاقي طفلين أو ثلاث أطفال معهم تأخر نطق، فهذا الشيء نحن منصنفه أنه هو عامل وراثي. كمان في عوامل متعلقة بفترة الحمل، العوامل الصحية الصعبة اللي تتعرض للأم بفترة الحمل هي ممكن تكون سبب بتأخر النطق عند الطفل. أيضاً الولادة المبكرة، ومنلاحظ نحن بإنجاب التوائم، أوقات أثبتت الدراسات بأنه إنجاب التوائم بحالات إنجاب التوائم في عنا طفل بتأخر بالنطق والكلام عن الآخر، في طفل بيسبق طفل تماماً، وبحالات نادرة أوقات الطفلين بتأخروا سوا لسبب غير ظاهر، بتكون الحالة أنه السبب أنه توم أجوا مع بعضهم. ايضا احنا عندنا في جنس المولود كمان دراسات اثبتت انه الانثى بتنطق بالكلام اسرع من الذكر. هلا كلهم رح يقولوا لك كل الشباب الانثى بتترغل على الكلام كثير. تمام، هي بالنسبه للاسباب الوراثيه. عندنا نحن اسباب عضويه، يلي منها الحنك الارنبي اللي بيكون عباره عن شق بسقف الفم، او الشفاه الارنبيه كمان بتكون عباره عن شق في الشفاه العلوي. ايضا هناك اللسان المربوط او المعقود كمان بيكون عباره عن نسيج بيربط سقف اسفل اللسان بقاعده الفم، هذا الشيء بيعيق عنا من كلام الطفل وحركه اللسان، حتى الاسنان اذا متقدمه او كذا تماما تماما في عنا اي مشكله بالاسنان اذا كانت مثلا الفك العلوي لقدام او الفك السفلي كمان صحيح. متقدم، هذا كلياته بيعاني منه الطفل بلفظ بعض الاصوات. يعني أسباب متعددة فينا نقول إذا شلنا العضوي على جنب وأيضا شلنا بعض الأسباب الثانية، خلينا نفرق، في كتير ناس بتخربط أحيانا بين التأخر اللغوي ومشاكل النطق. يعني التأخر اللغوي صار شائع حاليا، عم نشوف لأنه يمكن كتير من الأهل صاروا عم يتركوا الأطفال مع الأدوات التكنولوجية تماما. فبالتالي هو ما عم بيشوف محيط، ما عم يحفظ مفردات، خلينا نحكي الفرق بيناتهم. هلا التأخر اللغوي هو عبارة انه طفل ما بيفهم تمام، انه مثلا انا حكيته تعال ما بيعرف، اعطيني ما بيفهم علي، حتى اذا ذكرتي له اسمه ما بيرد عليكي. فالفهم، تأخر اللغة مرتبط بالفهم، فهم بيحكي، ما فهم ما رح يحكي وما ابدا يفهم عليكي. اما تأخر نطق عبارة عن وضوح كلام، وضوح اصوات لدى الطفل، وهذا اكثر شيء مرتبط بالاسباب العضوية. طب خلينا نحكي، يعني قلنا من البداية في فروق فردية بين الأطفال، مو كل مين تأخر، الحكي اللي بنقول عنه طفل مصاب عنده مشكلة تأخر النطق، بس خلينا نحكي عن البيئة قديش بتلعب دور. يعني في عنا حالات حتى بنلاحظها، مثلا الأم إذا ما بتحكي كثير ابنها ما بيحكي كثير، تمام، يدخل معك المدرسة عائلة هادية يمكن كان، بتلاقي الولد بيتأخر بالحكي. في عالم لا، بتلاقي لانه عندهم بيت ستون وجدهم عجقه بالبيت، بتلاقي الولد تواصل اجتماعي كثير كبير، الولد بينطق على بكير. فالبيئه المحيطه قديش بتلعب دور، يمكن بيئه النطق عند الطفل، وقديش بتعمل له مخزون بالذاكره لغوي تماما.
البيئه اكثر شيء بتلعب دور، خصوصا احنا بنلاحظ حاليا اكثر شيوع عند الامهات الجدد اللي بيكون عندها الطفل هو اول مولود عندها، فهي ما بتعرف كيف تتعامل معه، ما بتعرف كيف تتصرف معه، فهون بهي الحاله بتنطر طفله لحتى هو يبدا بالكلام. وهذا الشيء كثير خاطئ، لانه لازم يكون في تحفيز لغوي للطفل من اليوم الاول لحياته. فنحن الام هون بتوقع بغلط انه انا ما بعرف اتعامل مع طفلي، ما عندي الخبره اللازمه، فهون هو الطفل بينعكس سلبا عليه. كمان في عندنا كمان الام العامله اللي بتضطر انها تروح على شغلها وتترك طفلها عند الشغاله او البيبي سيتر، هون الطفل بينحرم 6 ساعات من التواصل الاجتماعي. يعني خلص انه هو اهمل بهي الفترات. حتى بفترات الحضانه ممكن الام تحط تغلط وتحط ابنها مثلا بحضانه عباره عن لعب، عباره عن سماع اغاني فقط، ما في تواصل لغوي مثلا بين المس والطالب. فهون كمان الطفل بيتعرض لانه حرمان لغوي، صمت، بتحسي انه صمت، هو بس عم يلعب ما عم يتحدث ما عم ينطق. طيب هاي المشكله من المشاكل اللي هلا صرنا عم نشوفها كثير، يمكن عم بيحاولوا هلا يحلوها من خلال انه الحضانات او الروضات اللي بتكون موجوده حتى بفتره العطله بيكون فيها موجود اطفال، التعلم عن طريق اللعب، هي كلها وسائل فينا نقول محفزه. خلينا نحكي عن ابرز الطرق المحفزه وامتى الوقت اللي لازم الام ما تبعد فيه الطفل مثل ما قلتي على حضانه او تتركه يمكن مع بيبي سيتر، لازم يكون موجود دائما حدا يساعده او يلعب معه. تمام. هلا مثل ما نوهتي على شغله انه اهم شيء انه نحن ما نترك الطفل لحاله، خصوصا بمراحل تكوينه الاولى، لانه الطفل بيحتاجنا اول 5 سنين لحتى نحن نبني شخصيته ونبني المخزون اللغوي عنده. لهيك اهم عامل انه نحن ندمج اللغه بالروتين اليومي للطفل، وخصوصا لما يكون بيبي. يعني الام حتى تستعمل اللغه بينه وبين طفله حتى بتغيير الحفاض، تعمل مثلا حركات بوشها، عم تحاكي بوقت انه استحمام، هي صابوني، هي كذا، هو صح ما بيكون عم يفهم بس معه خلص بيصير بيندمج معه بالذاكره، بتخزن وفورا بنلاقي انطلاق بالكلام. طيب خلينا نحكي باي عمر ممكن انا اقول انه هذا الطفل عنده تاخر نطق؟ يعني قلنا انه في البيئه بتلعب دور، في عده عوامل، في اطفال بيحكوا بكير، في اطفال بيتاخروا، بس في عمر بيتجاوز الطفل انا بقول ممكن هذا الطفل يكون عنده مشكله بتاخر النطق فيجب استشاره اخصائي. تمام. هلا الطفل بيبدا بالكلام بعمر السنه. السنه هو العمر الطبيعي لانه الطفل بسيطه بابا ماما. تماما. هلا ليك الطفل بعمر السنه سنه ونص نحن بنعتبره طفل مصلحجي. يعني ما شرط ينطق بابا ماما، لا ممكن ينطق اي كلمه بتفيده. لهيك العمر الطبيعي لنطق الطفل هو بعمر السنه، متى ما تاخر خلص نحن بقى بنبلش ندور على علامات انه لا في مشكله. بعد السنتين ببلش يكون كلمتين لازم بعمر بعد السنه، بعد 3 سنين بقى ببلش بقى الانطلاق. هلا ليك بعمر السنه اهم شيء انه هو ينطق كلمه ذات معنى، مثل ما قلت لك بابا ماما او اي شيء هو ذات معنى مرتبط بانه شيء بيفيده للطفل. بعمر السنه للسنتين اهم شيء لازم يكون بين 50 ل 300 كلمه ماكسيموم، هذا لازم نحن نعيدها كل يوم مع الطفل. من عمر 3 سنين ل 4 سنين لازم بقى من 500 ل 1100 كلمه، لازم بقى نحن نردد، لازم بقى يكون جمل من 3 كلمات، لازم بقى اذا سالتيه يفهم عليكي، يحاورك على القليله. بين 4 سنين ل 5 سنين خلص هون الطفل نحن بنحسه لازم ينطلق. عرفتي علي كيف؟ فهون نحن لازم نركز بعلامات تاخر النطق منذ السنه الاولى لعمر الطفل. طيب استاذ نور خلينا نحكي كمان عن شغله مهمه هلا ذكرتيها، انه الطفل احيانا بيكون مصلحجي وبنفس الوقت الاهل احيانا بيحبوا هذا الشيء، فممكن هن يساهموا بانه هو ينطق الكلام بشكل غلط. تمام. من باب الدلع ومن باب انه طريقه الغنج والدلال اللي عم يحكي فيها الطفل حلوه فبيخلوه يحكي كلام غلط، هذا الشيء قد ايه بياثر وقد ايه صعب تصليحه؟ كثير، خصوصا نحن هلا البيبيات وقت مثلا الام بتكون عندها بيبي بتنبسط فيه، فاي كلمه بيقولها غلط بترددها وراه وحتى هي بتصير بتحكي مثله. هذا الشيء كثير غلط، لانه الطفل الام رددت الكلمه خلص هو اعتبرها انه هي صحيحه. صحيحه. فنحن الطفل وقت اللي بيخطا بكلمه نحن لازم مو انه مثلا نقول له هيدي خطا، لا بنرددها وراه تماما، بنصححها ونصحح على الكلمات انه الخاطئه اللي هو لفظها. بس انه كثير خاطئ انه نحن
ننزل لمستوى الطفل بهذا الموضوع. وبيأثر عليه كثير، لانه بيأثر. احيانا انت بتبلشي تحكي مع الطفل تنبسطي بعد عمر تماما الاربع سنوات، لا بتلاقيه عم يلاحظ، لا بعد عمر الاربع سنوات ببلش ينطق غلط بتخانقيه، ما انت كنتي نفسك عم تقولي لي انه هي يعني هي التربيه من الاول، فبيأثر عليه بشكل عام حتى بنطقه للكلام كثير، لانه ليك نحن متى ما مشينا مع الطفل على اغلاطه خلص تعودها ومشي عليها. صحيح. طيب خلينا نقول في ناس بتحب انه اولادها يحكوا بسرعه، يعني ما عندها صبر على فتبلش تحاول انه تدفعه ليحكي، هل هذا الشيء يعتبر ايجابي ام لا؟ انا لازم التزم بالوقت العمري ولا لا؟ كل حاله طفل مختلفه عن الثانيه، ممكن في اطفال يحكوا يعني قبل السنتين اكثر من كلمه. تمام. هلا ليكي سؤالك بيرجع للاسباب البيئيه، لدرجه اهتمام الاهل بطفلهم. هلا اكيد انت ما فيك تجبري الطفل انه 24 ساعه قاعد عم يحكي، كمان هذا الشيء غلط. تمام. بس نحن في ساعات محدده لازم نكون مع الطفل، لازم يكون في تواصل اجتماعي مع الطفل. ساعات مثلا فترات الحضانه، فتره الطفل مع الام هي اهم فترات للتواصل. ممكن فترات الصباحيه الام تقضيها مع طفلها وقت اللي بيكون بيبي لعمر تفوته على الحضانه، فهي الفتره قبل ما تفوته على الحضانه هي كثير مهمه. هي كونت شخصيته، كونت المخزون اللغوي عنده، وبعدين انطلق بفتره الحضانه. اما يكون في درجه صمت 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 بعدين حطيته بحضانه وبده اياه ينطلق، هذا الشيء كثير خاطئ. طيب خلال حديثك نور قلتي هي المشكلات بتعاني منها كل الامهات الجدد مع طفلهم الاول، شو هي اكثر الاخطاء الشائعه اللي بتوقع فيها الام اذا بدنا نحكي عنها، وبعض النصائح اللي ممكن نقول لها كيف فيها تتعامل مع طفلها بما يخص النطق؟ تمام. هلا اهم الاخطاء اللي بتوقع فيها الام هي الاهمال الطفل. تمام. حتى البيئه المحيطه بالطفل بتكون خاطئه، ممكن يكون في عنف، ممكن يكون في خوف بالنسبه للطفل، بيكون خجل شديد، فنحن اذا ما لجأنا وكوننا شخصيته خلال هاي الفتره كثير رح نعاني مع الطفل. فالام انه خلص انا اهملت طفلي بهي المرحله، انا ما عم بشوف شو هي مهاراته، شو هي قدراته، شو هي نقاط ضعفه، ما عم بنتبه انا على هاي الفترات، اهملتها سكتت عليها، بعدين بدي انه فجأة بعد كم سنة انطلق انا لاحظ بقى هاي الشغلات نقاط الضعف، فهون بقى الام توقع بغلط انه هي ما بقى في تتجاوز هاي الاخطاء. وفي اطفال يمكن بيتأخروا او بيتأخروا او بيرفضوا احرف غلط، ممكن كمان هذا من تأثير اذا تعرض لعنف او تعرض، البيئة بتلعب دور. تماما. البيئة برجع بأكد، البيئة كثير كثير بتلعب دور، خصوصا الجو الاسري للطفل. يعني هو بالاساس ما بيكون عنده تاخر نطق، بس البيئه اللي يعني البيئه ممكن تكون. عم اقول لك ممكن يكون في عنف اسري مثلا بالاسره، ممكن يكون في اهمال لقدرات الطفل، ممكن مثل ما نوهنا سخريه من كلام الطفل. انه هو قال كلمه غلط، نحن بدنا نرجع انه عم نتمسخر عليه. فهون الطفل بيرجع لمرحله من الصمت، بفضل الصمت على الكلام. طيب خلينا نحكي عن العلاقه اللي هي بتنشا لما بتبلش الام تعرف انه ابنها عنده مشكله بالنطق. في كثير اهل بيخافوا بالبدايه، بييأسوا، بيقولوا يمكن ما يقدر يعرف، وللاسف يمكن من مكان لمكان تختلف الاستشارات، ناس بتنصحون، المحيط المقرب العائلي، ولبين ما يوصلوا لاستشاري ويبلشوا هي العلاجات. تمام. هي حاله الياس بتنتقل للطفل لا شعوريا لما يحسوا انه هو في مشكله انه ما عم يقدر يحكي. خلينا نحكي عن بعض هي النصائح اللي لازم انا متى ما عرفت انه في مشكله مع الطفل كيف اتعامل معه. تمام. هلا ليكي في عندك اهالي ما بيقتنعوا انه طفلهم عنده مشكله، وهذا الشيء نحن بنلاحظه اكثر شيء عند اطفال التوحد وطيف التوحد. لا لساته صغير، هلا بيكبر وبيصير تمام نظامي. انه هي اول شيء تكون مقتنعه بالفكره، بتاخذه عند اخصائي بيقول لها انه عنده درجات من درجات التوحد او عنده مشكله بالنطق، بتسكت. لا انا ابني ما انه انا ابني طبيعي وما فيه شيء، وبتسكت عنه. بس لانه خوف من المجتمع، خوف انه انا ابني طبيعي ما فيه شيء، خوف من الفكره انه حتى يكون عنده توحد، هو بيكون ما فيه شيء، هو بيكون عباره عن مشكله بالنطق. فالصمت على انه انت ما بدك تعالجي ابنك من البدايه، من وقت اللي اكتشفتي المشكله، هذا الشيء كثير خاطئ وراح ياثر على ابنك لقدام. حتى ممكن كثير انك انت اذا اهملتي طفلك بمشكله النطق خلاص هو سرح، ضاع منك. طيب خلينا نحكي الكشف المبكر عن المشكله والتواصل مع الاستشاري فورا والبدايه بالعلاج، قديش فعليا بيختصر المشكله من البدايه، يعني قديش بتكون فتره العلاج والمتابعه هي قصيره، وانا كأم بتفادى كثير من المراحل ممكن وقف عندها لو ما استشرت اخصائي او مثل ما قلتي اهملت هيدا الجانب عند الطفل. تمام. هلا التدخل المبكر كثير مهم. نحن متى ما لاحظنا المشكله عند الطفل خلص لازم نحيله لاخصائي.
بس لحتى انا اعرف شو مشكله ابني. والاخصائي كثير بيلعب دور مع الطفل، على القليل بيقول لك الطرق اللي انت لازم تمشي فيها مع ابنك، بيوضح لك المشكله، بيوضح لك طرق العلاج، حتى شخصيه ابنك بتتكون معه. ممكن انت مثلا في شيء ناقص عندك مثلا بجو الاسره، انت ما عم تعرف توصلي له اياه، الاخصائي بيساعدك بهذا الموضوع وبيبين لك اياه بالبيت. فكثير مهم انه نحن نلجا للاخصائي بهي المرحله العمريه لحتى نحن خلص ندارك المشكله ويتعالج معنا الطفل. طيب كمان التعامل مع المحيط، يعني في امهات بيحاولوا يبعدوا اطفالهم عن الاطفال الثانيه مشان الاطفال ما يحسوا انه طفله فيه مشكله، هذا الشيء صح؟ لا، هذا الشيء كثير خاطئ، لانه دمج الطفل مع اطفال بنفس سنه كثير مهم لحتى هو يتكون تواصل اجتماعي عنده واللغه. فلا، ما لازم نحن نبعد يعني الطفل. لما بلشت المدارس عنا احيانا ندخل بعض الطلاب اللي عندهم مشاكل توحد او غيرها لحتى يندمجوا، صرنا نسمع مشاكل انه لا ليش عم بتجيبي مع اطفالنا، ما بيصير وبيصير، مع انه هذا هو خط او منهج تربوي صحيح لمعالجتهم. تمام، هلا لك هذا الشيء انه خاطئ بالبدايه، انه انا ادمج طفل طبيعي مع طفل توحد او داون. تمام، ليش خاطئ؟ لانه بيكون طفل طبيعي مع طفل توحد بتكون مثلا نحن ما بنعرف درجات الخطوره عنده تماما، صحيح. ما بيكون مثلا نحن ضابطينه سلوكيا لطفل توحد او داون. لاحقا نحن متى ما ضبطنا الاطفال الحالات الخاصه فينا نحن ندمج، وضروري نحن ندمج طفل التوحد مع الطفل الطبيعي حتى ما يحس حاله انه هو، حتى يعني انسانيا لازم نحن ندمجه حتى بس نكون عنده قدرات شخصيه مهارات. فكثير شيء ضروري انه نحن ندمج لاحقا الطفل الحالات الخاصه مع الطفل الطبيعي، بس بدايه شوي في خطوره. يمكن حكينا بشكل مفصل عن هذا الموضوع، وبعد مثل ما قلتي هي النقط ممكن تلاحظها الام من البدايه، وفورا يجب استشاره اخصائي لانه بتتفادى كثير من المشاكل وبتاثر اساسا على نفسيه الطفل. تمام. يجب استشاره اخصائي. بالختام اكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. تسلمي كلك زوج، شكرا كثير لكم. شكرا لك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. شكرا كثير لكم. اما هلا نور صار الوقت لنروح لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى، صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن العلاقات بين سوريا وإيران استراتيجية وقائمة على الاحترام المتبادل، وهناك سعي مشترك لتعزيزها في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية، مشددا على أن الغرب يستهدف البلدين للنيل من مواقفهما الرافضة لمحاولة الهيمنة، لكن مصير مؤامرته هو الفشل لأنها تتناقض مع إرادة شعبيهما. وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع عبد اللهيان إن الزيارة إلى طهران تأتي لمتابعة المشاورات بين البلدين في مختلف المجالات التعاون، ولنجدد وقوف سوريا إلى جانب إيران في مواجهة الهمجية المغرضة التي شنتها مؤخرا الولايات المتحدة وإسرائيل وأدواتهما ضدها بهدف زعزعة استقرارها ومحاولة تغيير مواقفها تجاه القضايا العادلة في المنطقة والعالم. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن سوريا وإيران تعملان لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وقال إن اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين البلدين والتي ستجتمع في المستقبل القريب تعطي زخما جديدا للتعاون، مشيرا إلى التقدم الكبير في حجب التبادل التجاري بين سوريا وإيران. وإلى فلسطين المحتلة، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد المواطن داوود محمود خليل ريان برصاص الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس. وكان المواطن الفلسطيني ريان قد أصيب برصاصة في القلب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها البلدة، وداوود ريان هو الشهيد الثاني في بلدة بيت دقو خلال يوم واحد.
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية لتشكيل لجنة وزارية عربية تتحرك دوليا من أجل تقديم الرواية العربية وللضغط للاعتراف في الدول الأوروبية بفلسطين. وفي كلمة له خلال اليوم الثاني والأخير لأعمال القمة العربية في دورتها 31 المنعقدة في الجزائر، خطب عباس القادة العرب قائلا: نتطلع إلى دعمكم من خلال إصدار قرار من القمة بتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وشرح روايتنا العربية، لأن روايتنا غائبة في الغرب تماما حيث تسود الرواية الصهيونية، وتنفيذ مبادرة السلام العربي والنيل المزيد من اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد أن طالبنا هذا قبل 11 عاما ولن نتمكن من الحصول عليها. إننا بدعمكم وبدعم جهودكم يمكن أن نصل إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأولوية بالنسبة لروسيا حاليا منع أي صدام عسكري بين القوى النووية. وقالت الخارجية في بيان حول منع الحرب النووية نقلته وكالة تاس إن روسيا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وإحدى القوى النووية تتحمل وفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مسؤولية خاصة في مسائل تعزيز الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي. ودعا البيان الدول الخمسة النووية إلى التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية لبعضهما البعض، مضيفا أن موسكو في تنفيذ سياستها في مجال الردع النووي تسترشد بصرامة وثبات بافتراض عدم جواز شن حرب نووية. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، واكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير، ولكل يلي بلش صباحه معنا عن جديد يسعد صباحكم. موضوعنا هلا رح نكون بالمساحه الطبيه، ويعد العلاج المناعي احدى التقنيات العلاجيه الواعده اللي احرزت تقدم كبير بالاعوام الاخيره وبتجذب العديد من المعامل البحثيه. العلاج يعتبر على او يعتمد على جهاز المناعه ودوره في حمايه جسمنا من الاجسام الغريبه واكتشاف الخلايا غير الطبيعيه وعملها بالجسم. اكيد سلمى، يساعد العلاج المناعي جهاز المناعه للعمل بشكل افضل ضد مرض السرطان من خلال تنشيط الخلايا المناعيه داخل الاورام. كيف ممكن يكون هيدا العلاج المناعي؟ هل له اثار سلبيه او ايجابيه؟ هل ممكن يكون بديل للعلاج الكيماوي بالمستقبل؟ لنحكي عن هذا الموضوع اكثر. معنا ضيفنا الدكتور حسان عبد القادر حسن، اختصاصي في علاج الاورام ومدير مركز الامل التخصصي لعلاج الاورام. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صبايا، صباح الخير لكم للساده المشاهدين. اكيد يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي اكثر عن شو هو العلاج المناعي، وهل هو بلش يصير موجود عندنا بسوريا، بدا اعتماده كاسلوب علاج؟ صراحه العلاج المناعي هو ليس بعلاج حديث. نحن من عام 1879 بنحكى بالعلاج المناعي وبيتحاول انه يعرفوا شو آليته. بينحكى فيه طبعا، بس كأمتى بدأ تطبيق الآلية؟ بصراحة بلشت خلال السنوات الماضية انه ينبحث عنه وينعرف شو آليته. بعام 1879 اكتشفوا انه هناك دور للجهاز المناعي في علاج السرطان، وكان هذا الموضوع بالصدفة عندما تم دخول مريض الى المشفى في احد مشافي امريكا، وكان عنده إصابة اسمها ساركوما، كانت إصابة كتلة برقبته، وهي نوع من أنواع الأورام السيئة التمايز ومن الصعب علاجها، حتى على الكيماوي ما بتستفاد. أثناء وجوده بالمشفى أصيب بعدوى بكتيرية. هذه البكتيريا أدت إلى تشكل بثور انتشرت في جسمه وفي وجهه أيضا، ولكن الجهاز المناعي قام بمهاجمة هذه البكتيريا. أثناء مهاجمته للبكتيريا اكتشفوا أنه الجهاز المناعي قدر يقضي على البكتيريا وقدر يقضي على السرطان بطريقه. من هون بلشت فكرة أنه المناعة لها دور في علاج السرطان. تم يتطور الأبحاث وتم يتطور الدراسة فيها، وبلشنا نعرف كثير من أنواع الخلايا المناعية الموجودة، إن كانت التي سيل أو التي سيل 4 أو السي دي 4.
هاي بلشنا نكتشفه، ولكن الاكتشاف اللي كان هو ثورة في عالم الجهاز المناعي كان بعام 2018 من العالم الأمريكي والعالم الياباني اللي أخذوا جائزة نوبل في هذا العام، وقدروا يكتشفوا شو هي الآلية اللي بيشتغل فيها الجهاز المناعي ليقتل السرطان، شو هي الآلية اللي بتبث خلايا السرطان لتخدع الجهاز المناعي. ومن هون بلشت الأبحاث وبلشنا نشوف نتائج هذه الأبحاث. طيب خلينا نحكي عن هي النتائج يعني وهي الأبحاث، أكيد أنت متوسع فيها بشكل كتير كبير. شو هي الحالات اللي تم فينا نقول عليها هي الدراسات؟ أي هي الحالات اللي كانت أكثر استجابة؟ لأنه في بنعرف السرطانات هي بتنتشر بشكل أسرع خبيثة وأنواع كتير ومختلفة، مضبوط هالكلام؟ عفواً، كتير كبيرة. فلما نقول هيك نعطي أمل لكل الناس. والله الأمل واعد جداً، فعلياً دائماً يعني مرض السرطان مربوط يعني بالحياة والاستمرار بالحياة 100%. ونحن عم نشوف دائماً دراسات تطول تأخذ فترات كتير طويلة لتطبق على أرض الواقع. فخلينا نفصل هي الدراسة، أي دراسة علمية لأي دواء جديد إن كان مناعي أو كيميائي أو هدفي أو أي دواء جديد طبعا بحاجة إلى زمن، ولها ثلاث مراحل نسميها فيس 3-2-1. هدول هني اللي بتنتج من خلالهم أنه هذا الدواء فعال ولا ما هو فعال. العلاج المناعي لحتى وصل لهاي الآلية مثل ما قلت لكم تم اكتشاف البروتين اللي هو مسؤول عن خدع الجهاز المناعي، واللي قادر على أنه تمر الخلية المناعية من جنب الخلية السرطانية بدون ما تحكيها شيء. هدف العلاج المناعي كان تخيلوا أنه هو ما بيهاجم السرطان ولا بيروح صوبه ولا بيقرب عليه، هدفه بس انه يروح لعند الجهاز المناعي يقول له اذا بتريد هنيك في مشكله تفضل حلها، تفضل قوم بدورك. اذا علاج السرطان وين موجود يا جماعه؟ داخل اجسامنا. تخيلوا لوين هذا الموضوع مهم. طبعا هاي من اهم التقنيات اللي تم كشفها، انه في عنده مستضد اسمه البي دي 1 والبي دي ال 1، هدول تفرزهم الخليه السرطانيه لحتى تثبط الجهاز المناعي او تفرمله، ما تخليه يشتغل شغله. اكتشفوا شيء اسمه انتي بي دي ال 1 واللي هو بيشيل هالمستضد هذا او الذيفان اللي عم تطلقه الخليه السرطانيه، لحتى بكل بساطه الجهاز المناعي يتعرف على الخليه السرطانيه اول حاله دفاعيه كامله، بس بيقدر يدافع عنها وهو قادر. خلايا التي سيل هي الخلايا المسؤوله عن قتل الخلايا السرطانيه الموجوده داخل الجسم. حتى في احدى تقنيات العلاج المناعي بيجيبوا الخلايا التي سيل من الجسم، يعني بنسحبها من الدم، بنروح بنعمل لها دوره تدريبيه. يعني قد تستغربوا من كلامي انه خلايا بنعمل لها دوره تدريبيه، اي نعم، بنحط لها بعض البروتينات الاضافيه مثل البلازما، آلية البلازما تماما تقريبا مثل البلازما تسفيل، بنحط لها بعض البروتينات لتأول الخليه التائيه تبعيتنا، بنرجع بنرجع على الجسم نفسها الخليه آلية اللقاح تماما. يعني عليك انه بنرجع على الجسم لحتى تصير هاي الخليه قادره على التعرف على الخليه السرطانيه والقضاء عليها. مثل ما قلت اللقاح، الان صار في لقاحات لبعض الاورام. هون نحن عم نشتغل على الاورام. اكثر الاورام يمكن او الحلق يعني الامراض السرطانيه الاكثر يمكن بصراحه تقريبا كل الاورام عم يدرس عليها، كل الاورام تشتغل لنا بنفس الاليه، اليه انه نحن ممكن تتاثر بالجهاز المناعي. ولكن اكثر الاورام تاثرا بالعلاجات المناعيه الحديثه اللي نحن بنقدمها اورام الرئه، الميلانوما اللي هو اخطر انواع سرطان الجلد، اورام المثاني، أورام البروستيت، يعني كل هالقصص هي عم نشوف أنه لكل ورم من هذه الأورام هناك آلية تأثر معينة بالخلايا المناعية. نحن عم نحاول نعطي العلاج لنخلي الخلايا تتعرف على هالنوع من السرطان هذا. طيب دكتور، في بعض أنواع السرطانات اللي عرفت بسرطان الدم أو اللوكيميا اللي هي بيكون نحن بنعرف أنه أول دفاع بالجسم هو الخلايا البيضاء أو الكريات البيضاء بالدم، فهذا النوع من السرطان هو أصلا بيكون عم بيأثر على هي الخلايا الدفاعية 100%. اللي أنت قلت هي بدها تتوجه صحيح للجهاز المناعي. صحيح. وعادة هدول الأشخاص بيضطروا يعملوا تغيير مثل نقي. ما بيقولوا تغيير زرع نقي، أو في منهم بيغيروا دم مثل ما بيقولوا دائما، فبالتالي هل الآلية هي بتنفع معهم أو لا؟ بصراحة هون الآلية مختلفة. هون السرطان صار بقلب الخلية الدفاعية. صحيح. يعني لهيك هي أنا الخلية بسألك. الدفاعية تسرطنت. تمام. شلون؟ طبعا هي ما هي تسرطنت، تسرطن النقي، يعني النقي اللي بيولد الخلايا الكريات البيضاء والكريات الحمراء والصفيحات ما عاد تقدر يفرز الخلايا الطبيعية أو اللي بتوصل لحجم الطبيعي، فبنسميها أنها أرومات وهي خلايا غير ناضجة. مشكلتها أنه هي هون الخلايا غير ناضجة لا تقوم بدورة الطبيعي، وهذه يمكن أصعب أنواع. بصراحة هو يعتبر من أصعب الأنواع، ولكن الحلول موجودة. الحل مثل ما قلنا لك أنه زراعة النقي، منجيب نقي جديد ومنزرعه لحتى يقدر يولد خلايا جديدة سليمة قادرة على القضاء على الخلايا المرضية. نجاح وهذا رائعة جدا بصراحة، كل ما لعما تزداد نسب النجاح
وعم تكون شفائية عند هدول المرضى، خصوصا عند الأطفال، لأنه أطفال أجسامهم أكثر تقبلا فتية أكثر طبعاً، لهيك لأنه حتى عملية زرع النقية عم نشوف حالات مش دائما بتكون ناجحة بصراحة عند الكبار. أكيد زرع النقي له استطبابات كثير، مو بس بالدم، سرطان الخصي في له زراعة نقي، بعد الساركومات في إلها زراعة نقي، ولكن أمراض الدم عند الشباب أو الأطفال عم يكون استفادتهم أكثر. هلأ كل ما كبر العمر صار في صعب بتقبل العلاجات. طب ممكن بالمستقبل نشوفه بديل للعلاج الكيماوي، لأنه حتى العلاج الكيماوي مكلف جدا ولا له نتائج طبية بصراحة يعني. دائما هناك لكل مرض علاج حسب نوعه وطبيعته. العلاج الكيميائي ما زال لتاريخنا اليوم له دور في كثير من الأمراض، وهو شافي في معظم هذه الأمراض. العلاج المناعي يأخذ دور العلاج الكيميائي في بعض الأمراض، في بعض الأمراض لا يستطيع. ولكن هو قد يكون دور مكمل. لذلك دور العلاج المناعي لحد الآن ما زال منشوفه خط ثاني أو خط ثالث بعد فشل العلاج الكيميائي. عرفتوا علي شلون؟ في بعض الأورام لا، صارت فورا بدك تبلش علاج كيميائي، لأنه صرنا نعرف الطفرة المسؤولة عن هذا المرض، فصرنا نعطي دواء لهاي الطفرة بنسمي علاج بيولوجي أو علاج موجه. أما العلاج المناعي ممكن يكون بالخط الأول إذا كان المرض متاستاتيك ديزيز أو منتشر، وبنعرف أنه نحن ما من فترة طويلة يقضي عليه بشكل تام تماماً. سرطان المستقيم إذا لاحظته أو سرطان الكولون لقوله علاج كانت نسب الشفاء فيه 100% بالرغم من أنه كان سرطان انتقالي، ولكن لأنه لقوا المستطد اللي هو الMMR، وقت لقوا الMMR عند هدول الأشخاص عطوهم الدواء المسؤول عن هاي القصة، فتم شفاؤهم بشكل كامل. الأبحاث مستمرة، كل يوم في شيء جديد، عم نطور هذا الموضوع، عم نبحث عن استطبابات هذا العلاج اللي لقينا له مثلا نتيجة بسرطان الرحم، بعد فترة لقينا أنه لا نتيجته على سرطان المستقيم أفضل، أو هذا المرض اللي كان سرطان الثدي هو بس بيستفاد منه، لقينا أنه سرطان الكولون عم بيستفاد منه. هذا الشيء اللي عم نشوفه بشكل متطور ودراسات شبه يومية. موضوع الأورام هو يمكن من أكثر الاختصاصات تطوراً، كل يوم في شيء أبديت جديد أكيد. كل يوم. طيب دكتور خلينا نحكي عن الآثار الجانبية للعلاج المناعي، هل هي مثل غيرها من العلاجات إلى بعض الآثار الجانبية، أم هي فينا نقول أنه هو علاج آمن إذا ما فاد مثل ما بيقولوا، بما أنه نحن عم نحكي عن شيء جوا الجسم أو طبيعي صحيح. فدايماً الشيء الطبيعي بيقول إذا ما فاد ما بيضر. بصراحة هذا الموضوع لا، هناك آثار جانبية للعلاج المناعي، وقد تكون في بعض الأحيان أقسى من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي لهالدرجة. نعم طبعا هون لأنه يلعب دور تقبل الجسم لهذا العلاج ومدى فهم آلية العلاج المناعي من قبل الجهاز المناعي بحد ذاته، لأنه قد يكون تأثيره عكسي شو عند بعض المرضى. ممكن تكون نحن بصراحة نعرف قديش العلاج الكيماوي ثقيل على الجسم. هلا بصراحة العلاج الكيميائي صار في له مضادات للسايد افكت، يعني بنعطي دواء مشان ما يكون في اقياء او لوعة نفس او كذا. اثار جانبيه للعلاج المناعي مختلفه قليلا، قد تتظاهر بظهور بثور على الوجه، قد تتظاهر باعراض هضميه شديده مثل الاسهالات، قد تتظاهر بسميه للعلاج المناعي او تحسس من العلاج المناعي، لانه مثل ما قلت لكم كل جسم له رد فعل بيختلف عن الاخر تجاه اي علاج معين. هذا الموضوع بنشوفه بشكل مختلف بين مرضى واخرين، في مرضى ابدا ما بصير عندهم شيء، وهن الاغلبيه بصراحه انه ما بصير عندهم اي اثار جانبيه من العلاج المناعي، ولكن في مرضى للاسف من اول جرعه من العلاج المناعي تلاقي جسمهم ما تقبل هذا العلاج للاسف. طيب دكتور خلينا قبل ما نختم حديثنا نحكي عن ايمت ممكن نبلش وفترة الخطة العلاجية للعلاج المناعي. العلاج المناعي تقريبا بروتوكوله يشابه العلاج الكيميائي، فأيضا هو يستهدف اليوم 21 يعني اللي هو يوم الانقسام الخلوي، فلذلك بنشوف انه نحن ممكن مثل العلاج الكيميائي كل 21 يوم بنقدر نعطي هذا العلاج، وفي بعض البروتوكولات ممكن تنعطى بشكل اسبوعي او كل 15 يوم. هذا البروتوكول يحدد من قبل الطبيب حسب نوع المرض، توضعه، اذا في عنده مستضدات، في عنده بروتينات معينه او في عنده طفرات معينه، هذا اللي بينشغل عليه. أكيد بالختام بدنا نتشكرك دكتور على وجودك معنا، وبتمنى يا رب بالمستقبل يكون فعلياً في علاج شافي، نأمل من الله 100% ما يكون له آثار جانبية وثقيلة على المرضى يا رب لمرض السرطان بكل أنواعه. نتشكرك أكيد على وجودك معنا. شكراً جزيلاً لكم صبايا، الله يعطيكم ألف عافية. شكراً لك دكتور ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى دائماً يكون في أمل بالشفاء والشفاء التام لكل مرضى السرطانات بالعالم. شكرا دائما لك. في أمل إن شاء الله. شكرا لكم.
أما هلا سلمى بننتقل لمادتنا التالية. انطلقت فعاليات يوم البيئة في حلب تحت عنوان معا لمواجهة تغير المناخ، وذلك بمشاركة فعاليات أهلية ورسمية. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلنا وليد هناية بالتقرير التالي. بمشاركة فعاليات رسمية وأهلية وشبابية، انطلقت فعاليات اليوم الوطني للبيئة في حلب تحت عنوان معا لمواجهة تغير المناخ. البيئة هي منظومة، هذه المنظومة تقوم بالأساس على الوعي البيئي المرتبط بالانتماء الوطني، فلا يمكن أن يكون هناك بيئة نظيفة بدون وطن سليم معافى. هذا الوطن يجب أن نعمل جميعا على حمايته، ونعمل جميعا على غرس القيم الإيجابية فيه لنواجه التحديات القادمة. تم مسير بيئي من سعد الله إلى الحديقة العامة، وكان في غرس أشجار، حملة نظافة، وتكريم لعمال النظافة الذين ساهموا بهذه الحملة. اليوم نحن منظمة حجبة الثورة أكيد الشبيبة اليوم عم بتشارك بهذا اليوم الوطني للبيئة. أهمية البيئة، أهمية نحن اليوم نحافظ على تغيير المناخ، لأنه اليوم شايفين شو عم بيصير بالعالم بشكل عام، لهيك نحن اليوم جايين نزرع. تم تنفيذ مسير بيئي وحملة نظافة وتشجير للحديقة العامة في حلب، إضافة لحملة توعية لزوار الحديقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة أي غصن الشجرة واستطاع أن يغرسها فليغرسها. من هنا نعلم مدى حرص الإسلام على الشجرة وعلى البيئة النظيفة. جيل الشباب الله يحميهم المسؤولين عن نشر التوعية والاهتمام بالبيئة، لأن هي بتبدأ من الخلية الصغيرة اللي هي الأسرة، ورحنا رايحين للمجتمع بكافة فئاته. فعالية وطنية مجتمعية بمناسبة اليوم الوطني للبيئة. يوم كتير مهم لنساعد لنتظافر لحتى نزرع فيه الشجرة اللي هي رمز لأحد رموز البيئة، أحد رموز تخفيف الانبعاثات الحرارية والاحتباس الحراري في هالبلد. الفعالية تهدف لتعزيز السلوك الإنساني عبر الحفاظ على البيئة واستمرارية العمل على نظافتها. فعالية تشير إلى أهمية الحفاظ على المجتمع المحلي وغرس ثقافة البيئة، لا سيما لدى الأطفال والشباب. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. أما هلا رح نروح لفقرتنا التالية نور، ورح نحكي عن فن من الفنون العالمية والقديمة جدا، وهو هندسة العمارة. طبعا معروف أنه هي خطوط ومقاييس وزوايا من خلال تصاميم معينة، وخبرة طبعا وفكرة المصمم بيكتمل المشهد. لنحكي ضمن مساحتنا الصباحية اليوم، رح نحكي عن اثنين أخوات من خلال طبعا الخطوط والمقاييس، إضافة للفن التشكيلي عملوا مشروع مختلف ومميز وكان له هوية خاصة فيه لضمن التصاميم الداخلية بالمنزل، وهو كوزي هوم، ومعناه البيت الدافئ. رح نرحب سوا بضيوفنا المهندس المعماري عماد الشريف والفنانة التشكيلية فرح الشريف، أصحاب المشروع. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم، وأهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. أنتم اثنين أشقاء، فرح وعماد، حضرتك دارس هندسة عمارة وأنت فن تشكيلي، يعني دمجتوا هيك هالخبرتين مع بعض وأطلقتوا مشروعكم الخاص. خلينا نحكي عن هيدا المشروع اليوم، شو أهميته، من وين إجت الفكرة؟ وعم نشوف كتير مشاريع تعنى بهي التفاصيل وجمالية البيت وهندسة البيت وديكور البيت، شو اللي بيميز مشروعكم اليوم؟ الأول الصراحة نحن بالعائلة، الوالدة فنانة رندا تفاحة، فنانة تشكيلية، ففي عنا مثل ما بيقولوا حس فني بالعائلة. نوجه لها تحية أكيد، إذا عم بتشوفنا من الليلة الساعة 7 صباحا. أنا توجهت لهندسة العمارة، طلعت درست بالأردن، الحمد لله تركت انطباع مميز هناك بالجامعة، وأختي كمان عندها حس فني، إحنا عائلة بتحب الفن، حاولنا ندخل هذا الفن بلمسة بسيطة بأي بيت ممكن ندخل عليه بطريقة تناسب ستايل البيت، بنفس الوقت نحن يعني نمشي عكس التيار بطريقة بمثل هارموني مع باقي البيت يعني. فكان هذا المنطلق، يعني نحن نحول الهواية تبعنا للعمل، يعني لمشروع. طيب فرح، خلينا نحكي شوي اليوم الفن التشكيلي لوحده هو فينا نقول بيقدر يطفي لمسات خاصة. المعماري كان بيدخل بتصميم البيت هو اللي بيمهد لهذا الشيء، ولكن انتم اليوم دمجتوا الاثنين سوا بخط واحد، بانه بقطعه واحده انا بشوف تصميم هندسي ولوحه فنيه. خلينا نحكي اكثر عن هاي التفاصيل. هلا نحن لما بدنا نعمل شيء لبيت او ينطلب منا شيء،
منشوف يعني بنفوت على البيت منشوف انا بشوف الالوان بشوف كذا شو بيلبق هو بيشوف المساحه نعمل زياره تماما نعمل زياره وبناخذ ممكن قطعه قماش من الفرش لحتى اشوف انا الالوان هو ممكن ينظم ابعاد اللوحه فرضا اذا كانت لوحه فنيه ممكن نشوف ابعاد اللوحه مكان اللوحه وين مناسب مرات اللوحه اذا حطت بمكان معين من باب الهندسه هي من باب الفن مع العماره مع بعض يعني بتكملوا بعض بنحاول نهندس الفن يعني طيب عم نشوف بعض الاعمال لكم خلينا واحنا عم نشوفها على الشاشه نحكي مثلا مثل هيك قطعه اشتغلتوها سوا ولا كل حدا لحال ولا دمجتوا افكاركم مع بعض وكيف تاخذ منكم وقت وشغل هلا اكيد خصوصي الريزن بياخذ كثير وقت وبده حمايه وبده كثير اشياء في يعني بنتشارك انا وياه بهي القطعه يعني راي مين الغالب الانثى ام هلا بالفن بالفن هي الانثى هي الفنانه يعني بغض النظر هلا انا دارسه بزنس بعيد عن كل شيء كمان والهوايه هي حلو معناته انت اللي ماسكه الامور الماديه بالمشروع ايوه مو بس الامور الفنيه الامور الماديه انا مديره الاعمال والفنانه سوا طيب خلينا نحكي عن هذا وهذا الخط هو خط جديد بالعالم تمام. يعني بلشنا نشوفه اللي هو جيومتريك تماما اللي هو بيعتمد على لوحه مفرغه بشكل هندسي صح. ماتيريال خفيف ممكن ينحط باي شكل بس بيعطي فخامه يعني اللي بيشوفه من بعيد بيقول ممكن هو حديد ممكن هو نحاس ممكن هو خشب ممكن ينعمل من اكثر من ماتيريال حسب الشخص اللي بده اياه شو بده اياه بقلب البيت هلا هو معمول من خشب قدامنا خلينا نحكي اكثر عن تفاصيل هي القطع هلا مثل ما حكينا انه هي لمسات بسيطه يعني هذا الشيء الدارج حاليا الجيومتريك لاينز نحن بنحاول نواكب السوق شو متطلبات العالم شو بتحب فينا نسحب هي من عندك كمان على كاميرتك هي كاميرتك بس مشان يشوفوا انه في اشكال متعدده من نفس الشيء اللي عم نحكي عنه هذا النمط اسمه سنجل لاين ارت رسم خط واحد بشكل شكل معين خليها شوي بس خليها شوي سمبل هذا المودرن مينيماليست يعتبر وبنفس الوقت معبر يعني صحيح هلا انا فيني اختار لوحه الي مثلا انتم تعملوها بهي الطريقه طبعا يعني هي ممكن يكون شخص موجود مو من الخيال مثلا أكيد. صحيح هي شغل مين شغل لا بدناك تحكي فرح خلينا نحكي عن هي اللوحه شو هي وكل قطعه قديش بتحسي بتاخذ منك وقت او من شخصيتك قديش بتعطيها احساس قديش هيك بتحسي كل فنان خصوصا الفن التشكيلي بتلاقي هو فنان اكثر حساسيه من الاخر بيشوف بطريقه مختلفه صح هلا كل لوحه حسب قياسها قد ايه كذا بتاخذ مني وقت يعني مثل هيك لوحه مثلا شو اجى ببالك على طلب الزبون ولا انت اشتغلتيها بطريقتك الخاصه لا هي افكار يعني كيف بتحطي بتبلشي بالريشه بتكمل معك اللوحه بتطلع بعدين تاخذ منك وقت كثير ولا حسب كمان حجمها حسب الحجم هو اكثر شيء ممكن مرات لوحات صغيره تاخذ وقت اكثر حسب التفاصيل الموجوده باللوحه صحيح الحلو بالموضوع اللي هي المواد اللي انت مستخدمينها يعني هلا نحن هذا خشب هذا ما بعرف بيسموه بوكسي او بلكسي او شيء مزبوط أي. خلينا نحكي اكثر عن الماتيريال هلا هاي الخشب انا ساكبه صب الوان اكريليك فوق حاطه طبقه ريزن وبعدين يعني على خشب اللونيه طبعا كثير حلوه وقديش كمان هلا في كثير ناس بتعاني انه بتجيب ساعه حلوه بعد فتره مع عوامل التنظيف والغبره ببلش تنتزع هلا هي الريزين حلاوته ماده صلبه تماما عم يعملوا لنا ارضيات يعني فهي تماماً. بتضل عمر بتضل بتنمسح ما بتاثر ولا العقارب ولا اي شيء بياثر فيها مزبوط اكيد طيب خلينا نحكي اليوم كل حدا حابب يعمل مشروعه الخاص من الشباب والصبايا عم نشوف بالآونة الأخيرة كثير هيك شباب نعتز ونفتخر فيهم عم يعملوا مشاريع خاصة السوشيال ميديا اليوم قديش بتلعب بالتسويق لشغلكم قديش في إلى جوانب إيجابية ممكن تستغلوها لأنه صعب اليوم مع التكلفة المادية يكون حدا إله مكتب ونحن بحصار اقتصادي يعني حتى إذا بدك تسوقي لحالك خارج القطر فالموضوع متعب اليوم فالسوشيال ميديا قديش بتلعب دور للتسويق بشغلكم كيف كانت الأصداء إذا بلشت الناس تتواصل معكم من خارج البلد لتشوف الشغل لا السوشيال ميديا يعني هي حلاوتها الايجابيه فيها انه بتسهل عمليه مثل ما تفضلتي انه نحن الحصار اللي صاير علينا زائد موضوع الصعوبات والعقبات اللي عم نواجهها يعني السوشيال ميديا بتختصر شوط كبير انه نحن نوصل للناس اللي بدنا نستهدفها تمام هلا الشيء الايجابي كمان فيها انه نحن عم نلاقي الفيدباك القوي الايجابي
انه نكمل بهذا الشغل وبهالهوايه. الشغل كثير عم يعجب العالم اللي عم تشوف، يعني المتابعين للصفحات مثلا او على السوشيال ميديا كله عم يعجبوا الفن، وعم يعني في دعم ايجابي ولو ما كان انه بيع او شيء، بس انه الفكره ولو كلمه واحده حلوه هي تحفيزيه بتخلي الواحد يتحفز انه يكمل بهذا الشيء. اراء الناس قديش بتحفزك فرح رده فعلهم على شغلك؟ قد كثير هلا انا دافع اليوم كثير الحمد لله، يعني كلمه منيحه كثير بتلعب دور اكيد. خلينا نحكي اليوم كوزي هوم اسم الناس بس تسمعه بتعرف ان هو فورا للتصميم التفاصيل الداخليه ضمن المنزل، ما عم تفكروا توسعوه اكثر وانه مثلا ما يكون فقط للبيوت، ممكن يكون للمكاتب للشركات طبعاً. ممكن بما انه نحن عم نحكي عن العماره والفنون الجميله فممكن نصير بعد فتره نصمم هويات بصريه احيانا من هي التفاصيل تكون كيف. مختلفه يعني هلا انا بالفعل يعني بالاصل انا في لوحات مثلا لمراكز تجميل مكاتب لشركات، يعني هذا الشيء اكيد يعني في ناس ممكن تقول انا بدي تصمموا لي شيء اللي خاص فيني ما موجود عند حدا يكون هويه بصريه خاصه فيني. حي في شيء يعني اي شيء ممكن يحط بحيز داخلي يعمل ديكور. حتى في مرات مثلا بنروح على بيوت او مكاتب، في مكتب من المكاتب كان ميت، يعني انا بعتبره كمهندس معماري فعملنا له اعاده احياء بشكل معين صار فيه روح. طيب خلينا نحكي بالمستقبل لوين حابين توصلوا بمشروعكم، قديش يعني فعليا حابين توصلوا لاكبر عدد من الناس، حابين توصلوا لخارج القطر؟ اكيد في طموح، في خطط حاطينها بالمستقبل. اكيد لا نحن توجهنا ان شاء الله يعني انه نصير يعني نورجي نطلع لوحاتنا لكل العالم، نورجي انه السوريين قادرين رغم الصعوبات والتحديات اللي عم نواجهها انه نحن قادرين نتميز وقادرين يعني نعطي لمستنا باي مكان بالعالم بالنهايه. فرح شو حابه تحكي بالختام؟ ولوين حابه توصلي بمشروعك؟ حابه يكون عندك معارض؟ حابه يكون اكيد ان شاء الله يعني بنحب نوصل لبرا ويكون شغل اوسع وهيك ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق. بالختام نحن دائما بنعتز ونفتخر بكل الشباب السوري اليوم الواعد اللي عنده مواهب عم يستثمرها وطاقات عم يستثمرها بالطريقة الصح وعم يكون له مشروع الخاص اليوم. شكرا كثير لكم. أكيد بدنا نتشكركم على وجودكم معنا ونتمنى لكم التوفيق. شكرا. وكوزي هوم يكون من المشاريع اللي فعلا تعمل بصمة بعالم التصميم الداخلي والديكور. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. أما هلا سلمى بنسأل لمادتنا التالية وتحديدا للحسكة، فقط أطلقت مديرية الشؤون البيئية بالتعاون مع مديرية الزراعة حملة تشجير شملت العديد من المناطق. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلنا بالحسكة أحمد الحمدوش. بمشاركة عدد من الفعاليات نفذت مديرية الشؤون البيئية بالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة حملة تشجير في عدد من المواقع شملت حدائق ومنصفات وساحات، وذلك احتفاء بيوم البيئة الوطني. زراعة الشجرة اليوم في يوم البيئة هي زراعة الأمل في النفوس، زراعة الأمل من أجل أن يعود مجتمعنا أكثر متماسكا، من أجل أن يعود المجتمع السوري كما كان عليه سابقا. هي مرحلة من مراحل إعادة الأعمار، وما أجمل أن يبدأ الأعمار بزراعة الشجرة، بزراعة الشجرة التي تصفي النفوس والتي تؤدي إلى نظافة المجتمع. مديرة الشؤون البيئية المهندسة أمان الليجي بيّنت أن الحملة تأتي في إطار مواجهة التغير المناخي من خلال العمل على زيادة المساحات الخضراء. نشاطنا هي حملة تشجير تحت عنوان يوم البيئة الوطني، تحت عنوان مع المواجهة التغير المناخ. تغير المناخ القصد بأنه زيادة مساحات خضراء للقضاء على الرع الجائر، التصحر، القطع الجائر للأشجار. مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس علي خلوف أشار إلى أن الجفاف والأزمة أسهمتا بفقدان جزء كبير من المواقع الحراجية وإزالة جزء كبير من الغطاء النباتي. نتيجة سنوات الجفاف من جهة والأزمة من جهة أخرى تم إزالة غطاء كبير من الغطاء النباتي والأشجار الحراجية. فحاليا طبعا في هذه الأيام في أسبوع لزراعة بعض المواقع، سواء بعض الساحات أو بعض المدارس أو بعض الحدائق التابعة للبلدية بعدد من الأشجار الحراجية.
أهمية تنفيذ الحملات الخاصة بالتشجير تأتي لزيادة الغطاء النباتي ونشر ثقافة الاهتمام بالشجر وزراعتها، خاصة أنها تضفي منظرا جماليا وتسهم في خلق بيئة صحية لكامل المنطقة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. نور، وصلنا لمساحتنا الختامية والمساحة المفضلة لكل الصبايا والسيدات واللي بينطروها طبعا كل أسبوع بصباحاتنا، واللي هي بتهتم بالعناية بالبشرة بالتجميل وكل هاي الأسئلة والتفاصيل. بهذا الوقت اللي نحن فيه هلأ بيبلش الناس تسأل إنه مع تغير الطقس، تبدل الحرارة بين الجاف وبين الحار وبين البارد، ببلش البشرة تتعب، فبنقول يلا بدنا نعمل تقشير، بدنا نعمل تنظيف. ولكن بهذا الوقت الناس بتسأل هل هذا الوقت صح؟ صحيح. أنا بقدر أعمل؟ شو نوع التقشير اللي ممكن يكون مناسب لي وشو النوع اللي لا؟ صح سلمى، آراء كثير مختلفة، ونحن مستضيف كثير برحلاتنا الصباحية، أحيانا بتلاقي حتى آراء متناقضة، تجميل متناقضة ومختلفة، ناس بتنصح بالتقشير، ناس بتقول لك لا هي مع التقشير المنزلي. ودائما بيقولوا فصل الشتاء أو بداية الفصل هو أنسب وقت للتقشير لأنه ما بتتعرضوا للشمس بشكل كثير كبير. فخلينا نعرف هي التفاصيل دائما مع الجميلة دكتورة التجميل هلا الحوش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم سلمى ونور، صباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا. أهلا وسهلا صباحك. خلينا نبلش اليوم، دائما بيقولوا فصل الخريف أو بداية الشتاء هو الوقت الأنسب للتقشير. صح. أو لأي شيء ممكن بده ينعمل بالوجه، شو صحة هاي المعلومة وليش؟ كثير من الأشخاص بعد فصل الصيف وبيكونوا طبعاً تعرضوا لمسابح سولاريوم، تعرضوا للشمس لفترات كثير طويلة، بيلاقوا على بداية الشتاء أنه بشرتهم صارت باهتة، ما بقى فيها إكلاء أو نضارة أو رونق، فبيبلشوا بما أنه الشمس بتصير كثير خفيفة. أنه يبلشوا يهتموا ببشرتهم هلأ خلال فصل الشتاء، وهو الوقت الأمثل للعناية بالبشرة أو حتى نعمل كل هاي الإجراءات التجميلية وبشكل خاص التقشير. ففي منهم مثلا ببلشوا انه نحن بس مشان النضاره، يعني ما بتكون مثلا بشرتهم فيها مشكله، انه بس مشان ترجع نضره اكثر، نتخلص من هالخلايا الميته المتقرنه اللي هي تجمعت على سطح الجلد واللي اساسا هي هلا بتمنع السكن انه يستفيد من كريمات العنايه اليوميه او من السكين كير. كل ما كانت هالطبقات هي المتقرنه بعدها موجوده، قد ما بنحط نحن سيرومات وكريمات او مرطبات ما بقى كثير نحن نستفيد منها. فالتقشير بهي الحاله كثير بفيدهم. هي نحن عم نحكي عن الناس اللي ما عندهم ابدا مشاكل ببشرتهم وحابين يعملوا التقشير بس لنوع من انواع النضاره مو اكثر. دكتوره، يمكن نحن حتى بنلمس ببشرتنا مع تغير الفصول بتلاقيها ببدايه الشتاء لحالها نشفت، عم تقشر لحالها شوي. فخلينا نحكي عن انواع التقشير اليوم المناسبه اذا بدنا نفصل البشرات، او ان كانت بيضة او سمراء او الدهنيه او الجافه، وفينا نفوص بانواع البشرات اللي عندها مشاكل. هلا البشرات اللي ما عندها مشاكل مثل ما قلتي بالبدايه انه انسب تقشير لإله، يعني نحن بنعرف الديرمابيل بنحكي عنه، نحن بنعرف الفريكشنال كمان، في ناس بتقول لك مع الليزر التقشير الليزري، في ناس بتقول لك لا. يعني نحن استضفنا اكثر من دكتور، في ناس كانت بتحبس هيدا وفي ناس لا. خلينا نحكي عن انواع التقشير المناسبه للبشره وانه الانسب. هلا بالبدايه خلينا نحكي شو هو التقشير او شو هي الكريمات او شو هي المواد اللي نحن بنستخدمها. هلا التقشير الكيماوي طبعا في انواع كثير متعدده، في شيء بتستخدمها البيشنت او المريضه لحالها، بتروح على الصيدليه بتشتريها وبتستخدمها بالبيت، في شيء لا بده طبيب، بده كلينيك، بده عنايه، بده تعليمات. هذا الشيء كمان بيرجع لحسب المريض، يعني احنا اللي بدنا نختار الحاله الصح والماده الصح. مو كل الناس فينا نستخدم لها كل الكريمات. هلا كريمات التقشير الموجوده بالسوق اللي هي نحن بنسميها احماض الفواكه، هي الفا هيدروكسي اسيد وبيتا هيدروكسي اسيد. شو هني؟ انا رح احكي بطريقه ما كثير تكون علميه مشان هلا اللي عم يشوفونا يفهموا، مشان اذا راحوا على الصيدليه وجابوا كريم تقشير يعرفوا هن شو عم يستخدموا. هلا احماض الفواكه من اسمها هي مشتقه من الفواكه، الليمون، البرتقال، الشوندر، السكري، التفاح، اللاكتيك اسيد مثلا هو من اللبن، يعني من هالمواد الطبيعيه الموجودة بالطبيعة. هلأ الألفا هيدروكسي أسيد اللي هن أشهر نوع فيهم هو الجليكوليك أسيد. هلأ في له كتير ماركات أو أسماء تجارية بالسوق اللي هو أشهرها الجليكو آ، الجليكوليك أسيد، وبيجي بتراكيز مختلفة، عندك من 5 لحد 70. وعندك نحن الأشياء بيجي وراها هو اللاكتيك أسيد اللي هو مشتق من حمض اللبن. هذا النوع
من احماض الفا هيدروكسي بيناسبوا الناس اللي بشرتهم جافه او عاديه، لانه هن هدول احماض منحلين بالماء التقشير تبعهم كثير سطحي وبيخلوا البشره تضل رطبه وتضل فيها مي. هلا البيتا او خلينا نقول احماض الفواكه البيتا هيدروكسي اسيد اللي هن ساليسيليك اسيد، هلا الساليسيليك اسيد حتى موجود بكثير من الغسولات من السيرومات، هذا بيناسب الناس اللي بشرتهم دهنيه ومختلطه، الناس اللي عندهم حب الشباب، الناس اللي عندهم الروس السوداء او البيضاء او هن زيوانات يعني المفتوحه والمغلقه، هون بقى بفوت اعمق بالبشره لانه هو بينحل بالدهون فبيفوت لمستوى عميق وبينشف البشره، مشان هيك نحن بنفضل يستخدمون الناس اللي بشرتهم دهنيه او مختلطه. ننتقل لنوع ثاني من المقشرات اللي هي الريتينويدات او الريتين اه، كمان موجوده باشكال او خلينا نقول باشكال متنوعه، سيرومات، كريمات وباسماء تجاريه مختلفه، كثير من الناس بيستخدموا الريتينويد بكل اشكاله، هون انت دخلتي بمستوى اعمق بيفوت اكثر لجوا. والشيء الحلو بالريتينول انه هو بيعمل بايو ستيميوليت لالياف الكولاجين والالاستين، يعني انت هون مو بس اشتغلتي على التقشير، اشتغلتي على النضاره، على مكافحه الشيخوخه للمدى البعيد. كمان عندنا نوع اخر من المقشرات اللي بتستخدم بالعيادات، هي بقى بدها طبيب، ما فينا الصبيه لحالها بالبيت تطبقه، مثل الحمض الخل ثلاثي الكلور او التي سي اي، هون بتكون المشاكل اللي نحن عم نستهدفها صارت اكبر بالبشره. في عندنا مقشرات مثل الفينول، في طيف كثير واسع، بس مو كل الناس تقدر تستخدم نفس النوع ونفس التركيز ونفس المواد، كل حدا في شيء بيناسب بشرته حسب المشكله اللي نحن عم نستهدفها. طيب خلينا نحكي عن اهميه التقشير بحد ذاته، وانا ايمت بلجأ له؟ يعني في ناس بتقلك انه انا بخاف اخذ هاي الخطوه، ممكن يكون لها اثار جانبيه، خليني اعمل بس تنظيف بشره، هل تنظيف البشره بيغني عن التقشير او هو مرحله مهيئه للتقشير؟ هلا تنظيف البشره شيء والتقشير شيء. هلا تنظيف البشره انه انت فتحتي المسامات بالبخار وحطيتي ماسكات معينه بتعطيكي نضاره لفتره زمنيه مؤقته، التقشير غير، انت التقشير عم تستهدفي مثل ما حكينا البشره الباهته او الجفاف، عم نستهدف طبقه جلد كامله. تمام، نحن مثل ما هو معروف علميا انه الجلد بيرمم نفسه، او خلينا نقول نحن الطبقه المتقرنه او الطبقه السطحيه كل 28 يوم بتتبدل، كل ما كبرنا بالعمر اكثر او تعرضنا لتلوث بيئي او نحن تعرضنا كثير لازيات ضيائيه، او الناس اللي بتكبر شوي بتصير فوق ال 45 ما بقى 28 يوم، بتصير هالطبقه هي ما تهر غير ل 60 يوم او ل 40 يوم. فنحن هون بالتقشير بالعكس ساعدنا انه نتخلص من هالخلايا الميته، تطلع هالخلايا الجديده اللي فيها نضاره، فنحن مثلا بنعالج فيه المسام الواسعه، الهالات السوداء حول العين، الندبات، ندبات حب الشباب بأشكالها، الندبات السطحية والندبات العميقة، حتى البيجمنتيشن أو التصبغات سواء كان تاركة حب الشباب أو الكلف أو تجي مثلاً بعد الحمل بعد الإرضاع النمش، حتى كمان الشيخوخة اللي بتصير بالجلد الرخاوة، كل هذا بيشتغل عليها التقشير. كمان في عندنا بعض الامراض الجلديه اللي ممكن انه تستفيد من التقشير، مثل مثلا عندنا نوع من انواع التواليل المسطحه كمان بنوصف لها مقشرات، عندنا الشيخوخه الضيائيه، الشامات الضيائيه، التقرانات الضيائيه، هو مو بس تجميلي، احيانا ببعض الحالات بيكون علاجي. ومثل ما حكينا بدنا نحن ننقي الحاله الصح والاستطباب الصح. صحيح، ويمكن قلتي خلال حديثك حسب الحالة اللي احنا بنتوجه، بس اي صبية مثلا هي بتعتني ببشرتها، بتحب بشرتها تكون نظيفة مثل ما قلنا دائما نضيرة، التقشير يعني اللي بينصحوا فيه الاطباء انه كل 6 شهور مرة او مرتين بالسنة، شو هو اللي بتنصحي فيه اكثر؟ يعني التقشير بتوجه للليزر اللي ما عندهم مشاكل، ولا فينا نتوجه للكريمات التقشير المنزلي، ولا ممكن مرة او مرتين بالسنة نروح اتجاههم؟ هلا انا بفضل الصبيه اللي ما عندها مشاكل بس بدها اياها للنضاره لشويه للمسامات مثلا، او عدم التباين اللون، خلينا نقول عدم التجانس اللوني، يعني انه بصير في عندنا مثلا فروقات بلون الوش مثلا، خاصه الصبايا اللي بيكونوا محجبين بتلاقي مثلا منطقه صارت اغمق من المنطقه المغطايه، هدول فينهم هن لحالهم بالبيت يبلشوا بكريمات بتركيز معينه بايام معينه بالاسبوع، طبعا هو بنحط مساء حصرا بالشمس ما بينطلع فيه لانه الشمس بتعمل حساسيه ضيائيه، ممكن تترك لنا تصبغات
على المدى البعيد. الصبية تباعد دايما عن عيونها وعن شفتها، هون الجلدة بتكون كتير رقيقة، ما لازم نحط عليها مقشر. تستخدمه بالبداية مرتين بالأسبوع، وكل ما لقيت بشرتها عم تتحمله أكثر فينا نزيد نحن عدد المرات. أشهر الشتاء هي فقط المخصصة للتقشير، بالصيف ما بننصح فيه أبدا، ولفترة زمنية شهرين أو ثلاثة. هلأ نحن منلجأ للوسائل خلينا نقول اللي هي أكثر نوعية لما يكون في مشكلة أوضح، لتكون الندب كتير عميقة، يكون عندنا مشاكل صارت كتير عميقة وما عم تستفيد المريضة على المقشر، نلجأ لأنواع الليزرات المختلفة، من الليزر الفراكشنال الكربوني، في أنواع معددة من الليزرات حسب الحالة. نعم. طيب دكتورة، في كتير ناس بتجيب غسولات يومية، هاي الغسولات بيكون فيها نسبة من المواد مثل ما قلت حضرتك بتساعد على التقشير، صح، وبيستخدموها كتير، هل كمان هذا استخدامها بشكل عشوائي غلط؟ قديش لازم أنا، شو الحد المسموح حتى لهي المواد اللي هي التركيبات فيها بسيطة مو مؤذية جدا؟ صح، في كتير غسولات وسيرومات بيدخل فيها ساليسيليك أسيد بشكل أساسي، ماسكات كريمات كتير عم نشوف في ناس تستخدمها كل يوم. تماما، لا أكيد غلط، لأنه حسب نوع بشرتك، إذا كانت بشرتك جافة وأنت عم بتقشريها بالغسول وعم تحطي ساليسيليك أسيد، بالعكس أنت عم تنشفيها أكثر، عم تعرضيها أكثر للحساسية الضيائية، لتصبغات، لشيخوخة. غلط استخدامه بشكل عشوائي، كل نوع بشرة مثل ما حكينا لازم يكون له سكين كير خاصة فيه. البشرة الدهنية بتتحمل أنه أنت مثلا تستخدمي لها، أو اللي عنده مثلا روس سوداء أو زيوان بتتحمل أنه أنت تستخدمي مثلا الغسول مرة الصبح مرة المساء، بس بالمقابل حتى البشرة الدهنية بمرحلة من المراحل بتتعرض أنه هي تنشف، فبصير بقى بدها مرطب مع يعني الاستخدام العشوائي طبعا كتير غلط، لأنه هاي المواد مع الوقت ممكن تترك كتير تأثيرات جانبية إذا ما استخدمت بالطريقة اللي هي الصح. طبعا نحاول نستفيد من الوقت معك دكتورة هلا ونفيد كل الصبايا. لما نقول صبية تقدمت بالعمر شوي، يعني احنا بنعرف البشرة تحت 30 تختلف عن البشرة فوق سن 30 كمان فوق سن الأربعين، لما نقول بلشت الصبية بسن الأربعين والموضوع بالتعامل مع البشرة بيكون مختلف، إذا بدها تعتني فيها بطريقة التقشير كيف بيكون التعامل معها؟ فقط من خلال الكريمات ولا لا كمان ممكن أنا أتجه لعمليات التقشير بالعيادات التجميلية؟ طبعا هلأ كل ما كبرنا بالعمر ألياف الكولاجين والإلاستين بتتكسر فبتصير أقل، بتبقى هاي الكريمات عم تعطي فعالية بس بنسبة كتير محدودة. هلأ أنا دايما بنصح الصبايا لما بنصير نحن بعمر 30 وفوق أنه نحن كمان نعزز هاي الأشياء، مثلا كريم المقشر هلأ صار في كتير منتجات بيضيفوا لها إضافات تانية تشتغل حتى على النضارة وعلى الشباب، بيضيفوا لها هيرونيك أسيد، فيتامين سي، نياسيناميد، مواد جديدة هلأ طالعة إسا كمان بتحفز تأثير هاي المواد تعطينا نتيجة أهم كمان. يعني أكثر الكريمات اللي تنصحي فيها مثلا خلال الليل أو النهار اللي فيها فيتامينز للبشرة بعد سن 30؟ هلأ أهم شيء الأشياء اللي فيها فيتامين إي، هيرونيك أسيد، نياسيناميد وفيتامين سي، هدول عم يجوا كتير، عم يجوا هلأ مركبات مثل السيرومات، وحتى أحيانا عم بيكون في مشاركة من أكثر من صنف فيك تستخدميه تحت الكريم المرطب او الصبح تحت واقي الشمس، هدول تمام. فبيأخروا الشيخوخه للمدى البعيد، بس احيانا بتوصلي لمرحله معينه او هالرخاوه اللي عم بتكون بالجلد ما بتكفيها المقشرات، يعني حتى لما مثلا بتجي لهي المريضه على العياده لتعمل مثلا تي سي اي او حمض الخل ثلاثي الكلور، هو تقشير كثير عميق، او حتى جليكوليك بتركيز 70 أو 50%، أوكي بيعطيها نتيجة حلوة بس هي محدودة، بقى هون بقى بصير بدها إجراءات أخرى، حقنات، بوتوكس، فيلرز، مواد بوستر يعني بتحرض الكولاجين، يعني بصير بقى بدها مشاركات، خيوط، ما بقى بتصير النتيجة بالكريمات أو هالمقشرات كافية. كافية. طيب قبل ما نختم مع حديثنا دكتورة هلا، أبرز النصائح اللي بتحبي تقوليها اليوم لكل السيدات أو الصبايا المقبلين اللي ممكن يكون في عندهم عملية تقشير، وقد ايه المدة بتستغرق؟ يعني اليوم أنا بكفيني جلسة واحدة بالعيادة، وخصوصا حسب الأنواع المتعددة اللي حضرتك حكيتي عنها. هلأ أنا بداية بس في نقطة بدي أحكي فيها، كتير لازم ننتبه على الصبايا اللي عم ياخدوا ريتان، وهلأ هو كتير منتشر وكتير شائع، كل صبية عم تتعالج بريتان أو أنتيبيوتيك مثلا من زمر السايكلينات لحب الشباب أو لأدوية أخرى أو موانع حمل أو
أدوية مثلا هرمونية كتير بتدير بالها باستخدام المقشرات. ما بصير نحن نستخدم مقشر إذا نحن عم ناخد ريتان، لازم نترك مثلا فترة زمنية 3 شهور. ما بصير نستخدمه نحن عندنا هلأ جلسات ليزر إزالة أشعار مثلا بالوجه أو بمناطق تانية ونحن عم نحط فوقها مقشر، ما بصير نحن نستخدمه وعندنا جفاف أو حساسية ضيائية. بس هي النقطة بحب نوه عنا لأنه كتير بيراجعوني بالعيادات إنه أنا عم باخد الريتان وهلأ بلش التقشير بالشتاء. كمان هذا الشيء خطأ كتير شائع، وبس هيك حبيت أحكي عنه للحظة. هلأ كل صبية هلأ مع خلينا نقول هلأ بهذا الشهر بتخف الشمس كتير، فينا تبلش بتركيز كتير خفيف مثلا بأحماض الفواكه، خلينا نقول أخف اللي هو الجليكوليك أسيد، تبلش مثلا تحطه يومين بالأسبوع، بالأيام اللي ما بتحط فيها مقشر تحط المساء بداله مرطب. ومثلا الأسبوع اللي بعده تزيد عدد الأيام اللي عم تستخدمون مثلا صيروا 3 لنهاية الشهر مثلا، فينا بقى تستخدمه كل يوم. هالشهرين الشتاء كافيين، وبقى بترجع بتنطر ليرجع الشتاء مرة تانية يعني للسنة الثانية. هذا بيكون كتير كافي للمشاكل الخفيفة والمتوسطة للبشرة. طب المرطبات قديش مهمة خلال النهار والليل لنحافظ على بشرتنا بشكل عام لكل الصبايا؟ يعني هلا المرطب المفروض انه اي حدا ما يستغني عنه، شو ما كان نوع البشرة إلى مرطبات خاصة فيها. الترطيب هو من اهم، يعني اذا السيدة بتستغني عن كل شيء في كريمات عندها بالبيت لازم ما تهمل لا المرطب ولا الواقي الشمس، هدول بأخروا الشيخوخة، بأخروا مشاكل الجلد، تجاعيد الناعمة، البقع للمدى الكتير بعيد. بالختام نشكرك الدكتورة هلا الحوش الاختصاصية في التجميل، ونتمنى أكيد صباحنا يكون هيك كان جميل مع كل المشاهدين معك، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتيها. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم. أكيد نشكرك دكتورة هلا الحوش دكتورة التجميل الجميلة على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا. مع عالم الجمال والتجميل مشاهدينا بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، ملتقانا بكرة على شاشة الأخبارية بنفس التوقيت مع رحلة صباحية لتسلط الضوء على أهم محطات رحلتنا الصباحية خلال الأسبوع، ومع بداية رحلتنا الصباحية تمنينا أمنية لكل الناس. كمان نتمناها بالختام أنه النهار يحمل الخير والأمل والفرح والرزق الكتير والانفراج لكل الناس يا رب. يسعد صباحك، يسعد صباحك عن جديد نور، صباح الخير لكل مشاهدينا، ضلوا بألف خير يا رب. ولا تنسوا تراسلونا بأي شيء بتحبوا يكون موجود ضمن صباحاتنا بشكل يومي على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. ضلوا بألف خير، باي 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 باي.